مساء الخير عليكم، يا رب دايما تكونوا بخير. تكملة لسلسلة بوتاجازات فريش، فالنهاردة هنتكلم عن بوتاجاز فريش ايطاليانو في الفئة السعرية المتوسطة، في الفئة الأقل من 4000 جنيه. ده شكله الخارجي من بره، بينزل حوامل حديد زي ما احنا شايفين، والحوامل الحديد زي ما شفنا في فيديو سابق قبل كده بيكون ليها ميزة ان هي مش سهلة الكسر، سهلة التنظيف. لو وقع مني على الارض ما يتكسرش بسهولة، يعني اكتر حاجة ممكن تحصل فيه ان اللحام هنا ممكن يفك، بعكس الحوامل الظهر. تقفيل البوتاجاز من فوق كويس قوي، يعني ما فيش اي مسام ان ممكن بواقي اكل تقع او اي حاجة تفور تقع جوه البوتاجاز. هنيجي لشكل غرف الاحتراق، هنلاقي برضو غرف احتراق كويسة، مش البوتاجاز بينزل مش مواسير. هنلاقي ده شكل الفونيات، سهل ان انا اغيرها من انبوبة لغاز طبيعي، ان انا بفك الجزء ده واركب الجزء الخاص بالغاز الطبيعي. ده شكل مفاتيح التشغيل، هلاقي هنا ده التايمر، الشواية واللمبة، الإشعال الذاتي، المروحة، ودي مفاتيح الشعلات الخمس عيون، ومفتاح منفصل للشواية والشواية والفرن، إن أنا أقدر أشغلهم برضو أكتر، أشغلهم مع بعض لمدة لا تتعدى ال10 دقايق. وده لدواعي الأمان، لأن لو أنا شغلتهم وقت طويل ممكن درجة الحرارة العالية جوه الفرن تكسر لي باب الفرن. هنيجي برضو لو شدينا مفتاح كده نشوف العزل بتاع البوتاجاز، هنلاقي عزل البوتاجاز كويس قوي زي ما احنا شايفين، محطوط عزل بحيث الجزء ده ما يبقاش سخن والمفاتيح ما تسخنش مني. هنيجي لشكل الفرن مع بعض، ده شكل الفرن، هنلاقي الجزء الخاص بالمروحة جوه، وده شكل الفرن. البوتاجاز ده 80 سنتي مش 90، فحس ان الحجم الفرن صغير شوية، بيبقى عرضه 80 والعمق بتاعه 55، في ارتفاع 85 الارتفاع ستاندر لجميع البوتاجازات. بيبقى فيه سيخ شواية ورف شبك والرف الخاص بالتنقيط. تقفيل البوتاجاز كويس، يعني ما فيهوش اي مشاكل خالص. البوتاجاز بيبقى فيه حفرة، وهلاقي جوه الاكسسوارات الرجلين البوتاجاز برضو تبقى قابلة ان انا ارفعها او انزلها حسب الارتفاع اللي انا طالبه البوتاجاز، بس البوتاجاز بيبقى الارتفاع الثابت بتاعه 85 سنتي. هنيجي نبص على ظهر البوتاجاز مع بعض، ده شكل ظهر البوتاجاز، هلاقي فيه طبة هنا يمين البوتاجاز وانا واقف قدامه لو عايز اغير مصدر الغاز من شمال ليمين، والمصدر التاني موجود هناك اهو اللي هو الجزء ده. فانا ممكن عندي ان انا لو حابب اوصل ماسورة الغاز شمال او يمين، ده سهل جدا في البوتاجاز الايطالياني. وده الشكل الخلفي، فيشة نازلة فيه متركبة، عشان بعض البوتاجاز بتبقى الفيشة مش نازلة معاه، عشان لو عايز اثبته في الحيطه على طول، لكن ده الفيشه راكبه فيه عادي. طبعا هلاقي الاستيكر ده استيكر بيبقى نازل لازم اشيله اول ما بستخدم، قبل ما بستخدم البوتاجاز. عشان طبعا لو سبته ممكن يسيح مني من درجه حراره الفرن، فاخد بالي جدا اول حاجه اعملها ان انا اشيل الاستيكر ده. زي ما قلنا البوتاجاز في الفئة السعرية المتوسطة، في البوتاجازات اللي أقل من 4000 جنيه. ودي كده كانت نبذة سريعة عن بوتاجاز إيطاليانو فريش، وأتمنى الفيديو البسيط ده يكون عجبكم. لو أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يجيلك كل حاجة جديدة.